الطلاب في الابتدائية أو حتى في العالية، مثلا
طهاره القلوب، اهل سموم الارواح، اهل دقه العقول في الفهم للمعاني، هؤلاء يخاطبون بعلوم خاصه ما تتحملها عقول الجهل. فاذا ستر بعض اهل المعرفه شيئا من هذا الكلام، ليس كما يتصور البعض، انتم اهل التصوف عندكم دين ثاني خاص الخاصه ودين العامه، وانتم تصلون الى مرحله تسقط عندكم الفرائض، وكثير من الكلام الذي يدور الان في العالم، وللاسف الذي يساعد على نشره وخروجه بين الناس بعض طلبه العلم الذين ما يعرفون كيف يخاطبون عوام الناس وكيف يخاطبون خواصهم. فتجد هؤلاء يتصيدون، انظر ايش يقولون، انظر كيف يقولون، حتى في بعض الكلامات بعض الامور الدقيقه تدق عن فهم من ليس بأحد. وكل هذه الامور هي دائره ميزان الشريعه، ما خرج عن الشريعه يضرب عقلها. لكن كما قال سيدنا الحداد بعد ما قال ان هناك من العقلاء والعلماء والعارفين من ستر بعض الامور حفظا للحرمه ورحمه بالامه، فان من تكلم منهم بشيء من الكلام غير المفهوم او الغامض فهذا من قبيل غلبه الحال. اللي يقول على هذا الحال قد يظنون الناس به سكر الخمور الاذيمه، مثل السكران غائب عن الادراك، غائب عن الوعي بهذه الشؤون التي يتكلم فيها بكلام غريب. وليس هذا حجه، نقول لكم انتم طلاب العلم افهموا هذا الكلام، عندما تخاطبون الناس لا تخاطبونهم بخصوصيات اهل الطريق، خصوصيات اهل الطريق من مراتب علم الاحسان. يخاطب بها من سلك مسالك الاسلام واقام ظواهر الشريعه وضبط امورها وتادب بادابها، ثم ارتقى الى معارج الايمان وما شاء الله صار من رتبه الى رتبه، وبلغ منها الى درجات الاحسان حتى صار ممن يشهد له بانه امضى زمانا ووقتا تحت نظر الشيوخ، تحت ملاحظه المربين، تحت الالتزام بالاداب الشرعيه والقواعد المرعيه، وصل الى مرتبه معينه يمكن ان يتنفس الصالحون بشيء من مثل ذلك. لان نحن الان في هذا الزمان اللي نعيش فيه الجفاف، نعيش فيه الكتم، تعرفون الان جفاف، ما هو جفاف المطر، الحمد لله الامطار تنزل، جفاف القلوب، كتب الاحاسيس والمشاعر، حتى تجد الانسان كم تكلمنا معكم في هذا يسافر حتى الى الحرمين، يصل الى المدينه التي كانوا اول يبكون اذا ذكروها، يصل الانسان الى المدينه ويرجع من المدينه ما زادته الزياره شوق ولا ذوق ولا معرفه ولا التماس من الحرم الشريف بمكه انوار ولا معاني، وظن ان المساله فندق وسفر وطلوع ونزول وصلاه وركوع ولباس انتهت المساله. ما يمكن يكون الدين هكذا. قال العارفون بالله الشيخ البوطي رحمه الله كان يقول، قال ليس هناك أرض أخصب لزراعة شجرة الإيمان من أرض المحبة، فإن لم يكن في القلب تربة صالحة من المحبة ما يمكن بذر الإيمان فيها، ما يمكن. بذور الإيمان ما تنشأ ولا تقوى ولا تزهر ولا تثمر إلا إذا غرست في ساحة أرض الإيمان، في ساحة أرض ليش؟ المحبة. فالمحبة ما شاء الله أرض خصبة تغرس فيها بذور الإيمان، تصعد تطلع تكبر هذه الشجرة، وكل ما زادت المحبة كل ما امتدت أغصان الشجرة وبسطت ورودها وامتدت فروعها وكثرت ثمارها من ثمار الإيمان الحياة. اللي ما عنده حياة ما عنده إيمان. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة، هكذا يقول سيدنا النبي محمد.
في قلوبكم. قال العلماء إذا جاءت في القرآن لما ما بعدها يتحقق يقينا بخلاف لم ها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز قالوا يعني سيلحقون بهم طبعا لما يعني كما تقول هل وصل فلان لما يصل يعني هو في الطريق خلاص قريب سيصل فهؤلاء قالوا لا تستعجلون ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ما سر لأنهم رأوا سيدنا محمد ولم يكونوا على مظهر من مظاهر النفاق هناك أناس رأوا النبي محمد ما استفادوا صلى الله عليه وسلم ما اتبعهم على النفاق نسأل الله العافية فالله يوفقنا لأدب الشريعة الموصل إلى مراقي الطريقة الذي به يرتقي الإنسان إلى ذوق لساني ذوق معرفة ما عبر به أهل لسان الحقيقة الله يدخلنا في عمارة سقينا من عذبهم ما شاء الله مثل هذا الكتاب كتاب سيدنا الغزالي وسائر كتبه كتب الإمام الشعراني كتب الإمام العداد كتب أهل التصوف بالعموم الإمام الجيلاني الإمام الرفاعي وهي على مستويات أمثال هذه الكتب هي الطريق الذي يعرفك كيف تترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان ومثل هذا الكتاب المبارك الأربعين أصل كانوا يذكرون أنها ستة كتب أمهات كتب التصوف ثلاثة منها سيدنا الغزالي الأربعين الأصل ومنهاج العابدين وإحياء علوم الدين هل وغيرها رسالة الإمام القشيري وعوارف المعارف للإمام السهروردي وقوت القلوب لأبي طالب المكي عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بجاه قولي وبجاه نبي وآله قال المؤلف هذا كتاب الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي في كتابه كتاب الأربعين في أصول الدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين عند قوله الأصل السابع في الطلب الحلال قال الله سبحانه وتعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فالحرام خبيث وليس بطيب قد قرن عز وجل أكل الطيبات بالعبادة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد فريضة أي بعد فريضة الإيمان والصلاة وقال صلى الله عليه وسلم من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجر ينامي على الحكمة من قلبه على لسانه وفي رواية أخرى زهده الله في الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم إنا لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة من أكل حرام لم يقبل منه صرف ولا عدل فصرف النافلة والعدل الفريضة وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم أو في ثمنه درهم حرام لم يقبل له صلاته ما دام عليه منه شيء وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتى لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز وقيل العبادة مع الأكل الحرام والبنيان على السرقين فاصبر السرقين أو السرقين السرقين هذا السمد زبل نوع من بقايا الحيوانات يجمعون السرقين المذكور في كتب الفقه سمد ايش يسمونه في اندونيسيا بقايا روث الأبقار والحيوانات بعدين هذا يجمع ويضاف إلى الأرض يكون رطب وهذا يؤثر في خصوبة التربة السماد على كل حال الإمام الغزالي بعد ما ذكرنا الأصول المتعلقة بالصلاة الصوم العشر الأصول هذه الوسطى بعد ما تكلموا في الأصول العقائد وما يتعلق بها ثم الأصول العشر المتوسطة المتعلقة بالصلاة والزكاة والحج وقراءة الصوم وقراءة القرآن وذكر الله ستة السابع أصل نعرف ايش معنى الأصل ما يبنى عليه غيره صح يعني ما يمكن تتفرع منه بناء إذا ما كان الأصل سليم فالأصل السابع في طلب الحلال قال هنا أن طلب الحلال هذا كما في الرواية كلوا من الطيبات واعملوا صالحا في رواية أخرى لم يذكر
يذكرها أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا، وقال هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرواية قبلها يقول الحرام خبيث ليس بطيب، فلو درهم واحد هذا من الأصول الدقيقة. فقد قرن الله تعالى أكل الطيبات بالعبادات، ومنه يقول الصالحون يجيبون هذا بعضهم يروي كحديث لكنه لا يصح، إنما معناه صحيح من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. كل ما شئت فمثله تعمل. ثم ذكرنا الحديث النبوي الذي رواه الإمام الطبراني والبيهقي عن سيدنا بن مسعود عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد فريضة. هنا ما المهجمي أن يحتمل أن المراد طلب الحلال يعني طلب العلم الشرعي الذي تميز فيه في الأحكام بين الحرام، هذا طلب العلم المتعلق بالحلال والحرام فريضة بعدين فريضة، وهو علم الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية، ويمكن أن يتسع المعنى لأن علم الفقه يتسع إلى علم التزكية، وعلم داء للقلوب مفسدي كالكبر والعجب ودائن، فهذا مما يجب معرفته. لو دخل القلب حسد الكبر والعجب هذا حرم الإنسان الخير ولو كان يصلي. فهنا واحد من المعاني طلب معرفة الحلال من الحرام، طلب الحلال يعني معرفة الحلال في الأحكام عبادات ومعاملات وتزكية وكلها. قال ومنه أيضا طلب الكسب الحلال، قد يفهم من المعنى طلب الكسب في من يقوم بمؤونته ممن تلزمه نفقته، فالرجل مسؤول مثلا عن زوجته تلزمها وتلزمه نفقتها، وكذلك يمكن ان يكون ملزم بنفقة امه وابيه ان كانا كبيرين ليس لهما عائل، ملزم بنفقة ابنائه حتى يبلغوا صحولا. فهذه الشخصيات المرتبطة به وتلزمهم تلزمه مؤونته، هذا الطلب الحلال له فريضة من بعد الفريضة. بعد المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح، لكن في لفظ عند الإمام البيهقي وفي مسند الفردوس الديلمي طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة. فإذا هذه الرواية من هذا الوجه المقصود طلب الكسب وليس علم الحلال، وإن كان طلب علم الحلال أيضا فريضة، لكن إشارة الحديث إلى هذا. قال فريضة بعد الفريضة يعني بعد الإيمان والصلاة، الأول الفرائض الإيمان والصلاة صح؟ وبعدها كسب الحلال. وبعدين ذكرنا الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أنه هذا اللي يأكل الحلال 40 يوم يحافظ عليه ما يأكل غيره هو الأصل، لكن إشارة إلى المحافظة الشديدة التي لا يدخل فيها معها شيء من الشبهة، ويأتي معنا التفصيل. فهذا يتنور قلبه ويجري الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. في رواية أخرى وزهده الله في الدنيا من بركة أكل الحلال، أن الذي يصير الإنسان زاهد في جانب الدنيا فلا يبحث عنها ولا يسعى إليها بالجنون كما يسعى إليها الناس. ذكر حديث آخر إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة، هذا الملك ينادي في بيت المقدس كل ليلة من أكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو لم يقبل منه صرف ولا عدلا، لم يقبل أو لم يقبل الله إما بنال المجهول أو بنال الإيش
من بل هو صرف، صرف يعني خالص، لكن صرف من بل هو صرف ولا عدل، الصرف النافلة والعدل الفريضة. الله، الإمام العراقي قال لم أقف لهذا الحديث على التخريج، ما وجدت له تخريج، قال لكن يقابله في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود: من أكل لقمة من حرام لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. هذا يا شباب من أكد ما ينبغي أن نؤكد عليه ونعلمه أنفسنا، لأن التساؤل في الشبهات والحرام طمس نور البصائر. صار الناس يتكلمون كثير ويتعلمون كثير ويحضرون كثير ويسمعون كثير ويقرؤون كثير، ولا شيء نور في الكلام ولا في الدروس ولا في المجالس ولا في المعاهد ولا في الطلاب ولا في المعلمين. هل هذه واحدة من الأسباب؟ التساؤل في أكل الحرام، ما دام واحد يأكل حرام ما يقبل الله منه ولو صلى. وطاعة ممن حراما منك مثلا تعمل بناء فوق البحر، ينفع بناء فوق البحر، ما في ثبات، ما في ساس مكين. ثم ذكر لنا حديث، وهذا مما يسمع دائما، هذا حديث: من أكل لقمة من الحرام لم يقبل إلا له صلاة 40 يوما وليلة. هذا في مسند فردوس من حديث سيدنا ابن مسعود. والثاني: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء. أنا اشتريت ثوب بمئة ألف، 10,000 حرام وتسعين ألف خالصة وهي 9 أعشار، شوف عشر بمقابل 9 أعشار، تمام. ما دام عليه ذلك الثوب أو ما دام عليه شيء منه لم يقبل الله صلاته صلى الله عليه وسلم. فانتبه، العلماء يحذرون حتى من الشيء اليسير. في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب الله عليه النار. قالوا: يا رسول الله، ولو يسيرا؟ قال: ولو سواك. سواك أكدت على واحد عمل، كان السواك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في الرخص وقلة الثمن، يشيلونه من الأرض، يقطع من الشجرة سواك بلاش. الآن السواك هذا عندكم هنا لأن أرضكم ليس فيها سواك، تمام، يمكن مرتفع، لكن سواك بلاش، هي سواك قلم شلته على أحد بدون رخصة. انتبه، ليش؟ دخل في استعمالك شيء حرام. في بعض الروايات هذه الذي يتكلم عن أكل الحرام صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت، يعني حرام، فالنار أولى به. فالنار ما دام دخل الحرام في جسمك خلاص صار جزء من الطعام، من الجسد، من العروق، من الدم، من اللحم، هذا ما له إلا حل واحد: حريق في النار صلى الله عليه وسلم. هنا انتبه حتى تمر حصلت كما سمعنا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مشى من بلد إلى بلد ليرجع تمرة وإلا عنبة وإلا لقمة وإلا درهم من الورع الشديد. كان يقول سيدي الحبيب الحسن بن عبد الله الشاطبي عليه رحمة الله ورضاه، قال: في زمانكم نريد الورع من الحرام. إذا الورع الأولين يتورعون 9 أعشار الأمور من الخوف أن يكون في عشرها حرام، من الورع انتبه الحين وده حرام محض. قال: انتبه من الحرام المتفق على حرمته، الشيء اليقيني الواضح البارز. وذكر لنا كلام سيدنا عبد الله بن عمر قال: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالاوتار لم يقبل الله منكم ذلك الا بورع عاجز. لم يقبل الا بورع حاجز، ما اذا ما كان هناك ورع يحجزك عن المعاصي وعن تناول ما ليس لك بحق ما حصلت شيئا صلى الله عليه وسلم. وقيل: العبادة مع أكل الحرام كالبنيان على السرجين. تبني في أرض السرجين هذه الرطبة ما ينتفع بها الإنسان ولا يقوم فيها شيئا.
طيب يقرأ فصل اعلم أن طيب المطر له طيب المطر له خاصيات عظيمة في تسوية القلب وتنبيره وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة ففيه سر لا يحتمل هذا الكتاب ذكره ولكن ينبغي أن تفهم أن درجة الورع أربعة الدرجة الأولى هي التي يجب الفصل باقتهامها فتزول العدالة بزوالها وهي التي يحرمها فتوى الفقهاء وهي التي يحرمها فتوى الفقهاء تستقيم العبارة كيف هذا؟ يحرمها فتوى الفقهاء الثانية التي ايش؟ يحرمها كيف؟ ايش المعنى؟ قد تجيب تمام وقراتها مرة أخرى خطأ التي يحرمها فتوى الفقهاء فتوى تحرمها حرام فاهم كيف بتكون العبارة التي ما لك حرمها فتوى الفقهاء التي يحرمها فتوى الفقهاء الثانية يعني بفتوى الفقهاء هي حرام أفتى الفقهاء أنها حرام بناءً على الظاهر وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب الثالثة ورع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حضرا ومخافة مما به بأس وقال عمر رضي الله عنه كنا ندأ تسعة عشر الحلال مخافة الوقوع في الحرام فمن هذا قصدي كان مقوم إذا استحق درهم اقتصر على 90 على 99 ويترك الواحد ويترك الواحدة حاجزا بينه وبين النار لخوف الزيادة فكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبة ويعطي ما يعطي بزيادة حبة ولذلك أخذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنفه حذرا من ريح المسك لبيت المال كان يلزم بين يديه وقال هل ينتفع إلى برعه هل ينتفع إلى برعه ومن ذلك أن يتبرع عن الزنا وأكل الشهوات خيفة من أن تغلب النفس فتدعوه إلى شهوات المحظورات ومن ذلك ترك النظر إلى تجمل أهل الدنيا فإنه يحرك دواعي الرغبات في الدنيا فإنه يحرك دواعي الرغبات في الدنيا ولذلك قال الله تعالى ألا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولذلك قال عيسى بن مريم عليه السلام لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن برق أموالهم يذهب بحلاوة إيمانكم ولذلك قال السلام من رق ثوبه رق دينه فالحلال الطلق الطيب كل حلال انفك عن مثل هذه المخافة ولم يوجد فيها الرابعة ورع الصديقين وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله تعالى إذا كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصية فمن ذلك ما حكي أن ذنون المصري كان محبوسا جائعا أبعث إليه امرأة صالحة من طيب مالها طعاما على يد سجان فلم يأكل منه واعتذر أنه جاءني على طبق الظالم أي يد سجان ومن ذلك أن بشر الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين وأطفأ بعضهم سراجا أشعله غلامه من بيت ظالم وشرب بعضهم دواء فأشرت إليه امرأته بالمشي وتردده فقط
الحسنين تفتي بورق العيون الذي تفتي به الفقهاء. نعم ينبغي أن تضيف إليه. طيب الآن يتكلم سيدنا الإمام عن الدرجات. قال أول قال طيب المطعم خصلة وخاصية قوية في تصفية القلب وتنويره، تمام، وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة. متى يتأكد أن القلب مستعد لتلقي أنوار المعرفة؟ الواحد منها ما يدخل إلى جوفه العذاب، فبالحلال يتصف القلب ويتستر ويفتح ويتهيأ لتلقي أنوار الحق تعالى. بعد قال وفيه سر لا يحتمله هذا الكتاب كما ذكرنا في القصيدة، سبحان الله جل كلام. ولكن ينبغي أن تعرف أن درجات الورع أربعة، في أربع مستويات من الأدنى إلى الأعلى. ورع، إيش الورع الأول؟ قال الدرجة الأولى التي يجب الفسق باقتحامها، شيء حرام أفتى الفقهاء بحرمته، يعرفون أنه حرام، ها؟ اتضحت حرمته عند الناس، قال فلو دخل فيه خرج من درجة الورع أصلا. وهذا الذي قلنا الحبيب حسن الشاطري يشير إليه، بغينا هذا الورع من الحرام المحض المتأكد الذي اتفقت كلمة أهل العلم على أنه إيش؟ حرام كالربا، خلاص معروف هذا، ما تحتاج إلى إيش؟ إلى اجتهاد أو ذكاء. أو ما ترى الآن من الأمور التي تكون فيها شيء من التساهل، ها؟ تعرف أن هذا حق مسجد أو حق رباط أو حق أوقاف أو حق أيتام، تجد الناس يأكلون وهم مطمئنين ولا كأن المسألة فيها شيء. بعض العوام عندنا في اليمن في الشمال إذا زعل من واحد يقول له الله يبتليك بوقف، ليش؟ قال إذا أكلت شيء من حق مسجد هذا ما حق الأبد، ليش ما يخرجوا من حق مسجد؟ أكلت حق مسجد، أكلت حق يتيم، حرام، أكلت حق صدقة لفقير أو حق طالب علم محتاج وأخذتها عليه، فلا تكن حتى ربية واحدة، يا ويلك من الله، انتبه. لهذا كانوا أشد ورعا فيما يتعلق بهذه الجوانب من الحقوق العامة المتفق على حرمتها، انتبه، احذر أشد الحذر. فهذه الدرجة الأولى التي يجب الفسق باقتحامها، لو دخل في أكل هذا فاسق يقول حرام، حرام متفق عليه ولا شيء شبهة فيه ولا واحد أكله بالباطل، هذا واحد. ثاني ورع الصالحين وهو الحذر عما يتطرق إلى احتمال التحريم، يعني الفقهاء في الظاهر أفتوا بجوازه لا بأس به، ولكن يمكن ما زال فيه شك، يمكن لا تزال فيه شبهة. قال وهذا المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال شيخنا بالفتح بالضم، المحقق الكتاب يقول قال بفتح التحتية يعني الياء وبضمها، وبالفتح أفصح والثانية صغيرة، قال وهي من رابة وأرابة يريب، ها؟ قال والذي يريبك هو الذي لم تتيقن فيه الريبة، لكن في شك، ها؟ في شك ما يزال في شك. هذا الأمر العلماء قالوا كذا لكن النفس ما تطمئن إليه. قال هذا ورع الصالحين اللي تتفق فيه من درجة الشيء اللي فيه شوية شك مع أنه ظاهره طيب، ظاهره مفتى بحلية. قال هذا ورع الصالحين، وهو الذي أشار إليه أيضا صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام وبينهما أمور مشتبهات في رواية متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا ورع الصالحين، شيء ما يزال فيه شك مع أنه ظاهره إيش؟ أفتوا بعليته. هذه على درجة ثانية في أعلى. الدرجة الثالثة ورع المتقين، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا ومخافة مما به بأس. ما هو بأس به تورع منه، ذكر هنا اللي قلناه في أول الكلام. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول كنا ندع 9 أعشار الحلال
حجرتان 100 درهم، يقول 99 يكفي، يترك شوي من الاحتياط. فلو باع او اشترى زيد قليل في البيع ينقص قليل في الاخر. لو باع ياخذ، لو باع يعطي بزياده حبه، ولو اخذ ياخذ بنقصان حبه. ليش؟ الاحتياط، ما يدخل في شيء في ايش؟ في اشكال. ولهذا من هذا النوع ورع المتقين سيدنا عمر بن عبد العزيز ايام كان امير للمؤمنين، امير المؤمنين، دخل الى بيت المال، بيت المال المستودع اللي يحفظ فيه الاموال ايا كان، طعام، شراب، ذهب، فضه، غيره. كان في بيت المال مسك، المسك نوع من الطيب من العطر، لكنه مسك الاولين كان ياتي كانه جامد، فكانوا يكيلونه. ربما جاء هذا المسك من شيء من الفتوحات او شيء، فسيدنا عمر اخذ من الفتوح. ما اخذ من الطيب ولا تطيب، ليش تعمل هكذا؟ ما اخذت شيء. قال وهل يندفع من الطيب الا بريحه؟ فلو شميت رائحته الطيبه دخلت لما بجبها. قالوا كان من ورع رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال مره كان مع احد من الامراء اللي جاءوا من بلد اخر لايش؟ لاجل يراجع الامور مع امير المؤمنين، يعني والي في منطقه اخرى. فجلس مع سيدنا عمر بعد العشاء، كان يحاسبه هذا كذا وكذا كذا وكذا. قال فرغت من العمل انتظر. قام سيدنا عمر واطفأ السراج وشغل سراج ثاني. قالوا مالك؟ قالوا السراج شغال، اطفاء السراج عندهم صعب، كما هذا زرار تشغلون الى امر، سراجهم من الزيت في فتيل ونار، قصه طويله. قال له هذا السراج الاول من بيت المال حقه زيت. انا كنت معك في امر المسلمين. بل اسمور انا وياك ونتكلم كلام ثاني ما هو من حق المسلمين، هذا من المال الخاص بي انا. وكلهم اصحاب رسول الله وكبار العلماء. سيدنا ابو بكر لما توفي كان عنده في البيت قطيفه ودابه واربعه دراهم من بيت المال اللي كان يشتغل عليه، فكتب وصيته قال هذه الدراهم والاربعه اللي باقيه عندي من مالي والمركوب هذا والقطيفه رجعوها الى بيت المال. عقده قال بس. قال فلما جيء بها الى سيدنا عمر بكى. اربع دراهم وقطيفه رفته تعبانه قديمه ودابه، او ما هو دابه، راح الرعل يعني ما يركب عليه. فبكى سيدنا عمر قال اتعبت من بعدك يا ابا بكر؟ يعني بيجي بعدك بيتعب، ايش بكى وبعد يتعب الارض. من هذا القبيل يذكرون قصه لسيدنا عمر عجيبه. يعني الان تجد في الكتب يذكرون لنا اخبار الصالحين اللي بعد زمان التابعين من اهل التصوف الاشتهار هذا عنهم، ولا يعتنون باخبار الزهد والمناقب والكرامات والاحوال والمقامات التي جاءت في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم تابعين تابعين تابعين. فمن ذلك ان سيدنا عمر دخل الى البيت مره، معروف سيدنا عمر بشدته وزهده وورعه شدة شديدة. فدخل البيت، أصلا زوجته جابت حلوى زينة قدمتها له وطعم. إيش من حلوى؟ حلوى فيها شيء من الدقيق، قليل من السمن وشيء من السكر الذي كان يعتادونه في ذاك الزمان. ما هذا الحلوى؟ منين جاءتكم؟ قالت لا تخاف، قالت تعرف احنا نعرفك ونعرف انك ما عندك شيء من هذا، حلال خالص يا امير المؤمنين. طيب من وين جبتوه؟ قالت له نعم، كنت تعطينا من الدقيق في كل يوم كذا وكذا حق البيت. نقصت منه قليل، وقدوا قليل، شلت من القليل قليل، تبلغ بالقليل من القليل، صار تخرج قليل من هذا يوميا شوية. وانتظرت مدة من الزمن، أيام، حتى اجتمع عندها شيء من الدقيق، تمام؟ أخذت قليل من السمن المستعمل اليومي حق البيت، خرجت فوق قليل، وأضافت إليه شيء من السكر القليل، وصنعت هذه الحلوى لتفرح سيدنا عمر زوجها امير المؤمنين. قال عجيب، طيب هذا الذي كان يبقى معكم يكفيكم؟ انتم تنقصون كل يوم قليل والباقي يكفيكم، الدقيق هذا اللي يعطون من المرتب حق سيدنا عمر حق اماره المؤمنين رئيس البلاد امير المؤمنين. قال نعم، مثلا يعني يعطونهم كيلو الى ربع، تنقصهم قليل لقمه قبضه.
إذا كان الباقي يكفينا بزيادة ليس من حقنا. أيوة الواحد هذه الحالة لا تحلنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اجتهدنا فيها وخرجناها مشان كلها ودولها هذا زيادة، وزيادة ليست حقها شلها وتصدق بها على الفقراء المسلمين. وقال لصاحب بيت المال نقص على زوجتي وعيالي مليون كذا. هذه تربية سيدنا محمد المؤمن تولى أفضل أنه صار ما شاء الله سبب من أسباب المال. مشان هذا تحقق بركة المعاهد والمساجد والمجالس والمجامع. ما في بركة فكر إيش بيأكل منها، إيش بيشبطه حتى يقولون في الأمامة يأكل مال النبي. وعاد زماننا زمن الشعر المطهر والمتبع، ولو شافوا حد ينفخ من أين هذا؟ من أين هو هذا؟ شبعان ممتلئ البطن ويلعب بالدنيا لعب، وعاد ناظر إلى من ينفخ وجوه الغيب. هذا ما يسمونه بخل، هذا يسمونه الشح المطهر. شح فوق البخل. البخيل يبخل بما في يده، والشحيح يشح بما في عند الناس. ليش فلان ينفق كذا؟ هذا أهبل، ينفق على الصالحين، ينفق على الفقراء، ينفق على المحتاجين. اللي يشوف هذا شاطر. قال ايش يقول؟ يظن ان الحرص يظن ليش كذا؟ ان اللؤم حرص. وتلك خديعة الطبع اللئيم. اللئيم هذا شأنه. يظن أن البخل حرص، أنا ما هو بخيل، أنا حريص على هذا. أنت بخيل، أنت بخيل ومع بخلك طمعت بما في يد غيرك وتمنيت زواله وحسدته وتمنيت أن لا ينفق. صدق رسول الله. نحن ندرس المتغيرات أنه يأتي علينا إذا رأينا. حتى العجيب، العجيب ارتباط هذا الحديث بمظهر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول صلى الله عليه وسلم بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت، حتى التي تفيد الغاية والاستغراق، حتى إذا رأيت، إذا صار ترى أمامك في مظاهر العيار ظاهرة الشح المطاعم، شح المطاعم وهوى متبعا ودنيا مؤثرة قدما فضلا. خير بين دينه وبين دنيا، بين الدنيا. ما رايك احسن تجلس كذا في سبيل الله ولا احسن تحضر؟ بيعطونك 100,000 ايش احسن؟ 100,000 احسن؟ الصدقه خير الاعمال. بعدين ما عملوا هذا من عربي هذا. وبعدين قالوا اعجاب كل ذي راي عليك ما هو يضر نفسك. فاذا رايت هذه المظاهر لعل تبعث عن امر بالمعروف والعموم ولا عن نهي عن المنكر والعموم ولا تبعث عن اصلاح مجتمع عام. ولا تظن ان احد سيصل الى هذا الخير من سلطه ولا من حكم ولا من تكالب على الدنيا. حتى صار اهل الدين يباعون ويشترون في السوق. اذا معك شيء سياسه ولا معك شيء حساسه اشتري لك واحد عالم ولا عدمه معروفه اشتري تعرف اشتري ادفع. زمن الطبط والنقض قبض. تعال تكلم بكذا وخذ نصيبك. هذا نحن بعيدين كل البعد عن البركة فيما نحن فيه. فسيدنا عمر أخذ المال ورجعوا إلى بيت المال. قال نقصوا عليهم كل ذلك لأنه يأخذون أكثر من حقهم من الورع الشديد التقييد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وسيدنا عمر بن عبد العزيز هو هل ينتفع إلى مع أنه ماشي عليه أبدا. وهل جاء هو جاء أصلا إلى بيت المال لرعاية الأمل. هذا الحريص والدقيق. قال ومن ذلك هذه مهمة. نحن اتفقنا الآن أن الورع الذي نطالب به الآن ورع الحرام. صح. لك مع ذلك انتبه. فمن الورع الذي هو صفة المتقين الله يجعلنا وإياكم منهم أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات خيفة من أن تغلبه نفسه فتدعوه إلى الشهوات المحظورة. إذا صار يشتهي كل ما يشتهي يشتري عب مباح. لكن لو كثر هذا المباح وزادت الزينات والشهوات والمظاهر دعته نفسه إلى ما وراءها من الطمع في الشهوات المحظورة المحرمة. هذا ذكرناه قبل يومين ونسينا. في النفس عيبين دقيقين. في النفس عيبان دقيقان مهم.
قال الأول أن النفس طبيعتها إذا أعطيتها ما تطلب ملت منه، فالملل صفتها. والثاني أنك إذا أعطيتها ما ترجو طلبت ما هو فوقها، فصفتها الملل مما تعطى ثم تطلب ما هو فوقها. قالوا هذا مثال، ومثال إيش؟ مثال بسيط بفهمك المعنى لأنه مهم بالنسبة لطالب العلم اللي يسمع الكلام. بأقف هنا بفضل طالب العلم اللي يسمع الكلام، ما هو يسمع بأذنه لكن يمتثل وينوي العمل. أن بعض الطلاب الآن وكثير من طلاب العلم في كل مكان يسمعونك ما تشبع ويركبونك تقول ما تريد، لكن إذا صرف من عندك ما شاف الترتيب على ما يريد هو، ما ينوي أن هذا الذي يسمعه وهذا الذي يوضع له وهذا الذي يرتب هو منهج في الحياة، هو أسلوب أنت تعيش عليه. علمني شيخي ترك كذا اتركه إلى أن أموت. إيش فائدة مصاحبة الشيوخ؟ ليش نحن نجلس مع العلماء والصالحين وأهل التربية؟ إيش نريد؟ أن الصفات الطيبة التي فيهم مع ما يلقون علينا من التعليم والتوجيه والتنبيه يصير منهجنا في الحياة، تنطبع الأخلاق التي تلقى علينا في قلوبنا فتصير منهجنا في الحياة. لذلك يقولون تربى بفلان، مش بكلامه فقط، بكله. كان أول يقولون حفظ ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم وقرأ التنبيه وتربى بأبيه. كان أول التنبيه عندهم من البداية ذكر الله، ما شيء سفينة ولا شيء رسالة، وكان كلهم أهل مقامات كبيرة من الصغر. فيقولون قرأ التنبيه وتربى بأبيه. فالكلام هنا لمن؟ للطالب الذي يسمع الكلام الذي ينوي إصلاح نفسه. وتكلم وطول الليل يصبح نايم عن صلاته، يصبح ما يحضر درسه، ما بغى يقوم من نومه. هذا لا كلام معه على الإطلاق، لأن هذا الخطوة الأولى في وقوفه على أدب العلم مع الصلاة ولا أدب الشريعة. واحد ما يعرف صلاة كبيرة الإحرام عليك تدور منه خير، تدور منه أمل. إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على تكبيرة الإحرام انفض يدك منه، خلاص تراب ما منه فائدة. فالكلام هذا لمن يفهم، أنا أكلمك عن ورع، واحد ما يقوم للصلاة يدخل في الحرام، هذا واحد ما يقوم للصلاة صلى الله عليه وسلم يدخل في النوع الأول، هذا من أهل الفسق يتعمد فعل الحرام إن كان يتعمد. قال ومن ذلك أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات. نرجع إلى مسألة النفس، نكمل هذا النفس. مثال الطفل الصغير، لو عندك ولدك شدته معك للسوق، رأى دكان يبيع الألعاب ولا يبيع الأطعمة ولا يبيع الحلوى، يبقى أبغى هذا صح؟ هاي مرحبا اشتر له هذا، قالوا هذا اشتر له هذا وهذا، أعطيته اللي يبغاه. يمكن أنت تدفع مال كثير تتكلف، يرجع إلى البيت ايش يعمل؟ لو جبت له لعبتين ولا طعامين يلعب الأولى قليل ويرميها، ما لي منها. بغى جديدة، جبت له جديدة لعبها قليل ورماها، ما لي منها. بغى اللي بعدها وعلى كذا. قال بغينا نعمل كذا، مرحبا بعده زيد قليل، هذا خلاص طول دائما هذا ما نريد اللي بعده. لكن طبيعة النفس تمل وتطلب الأعلى. فلذلك يجب أن تقول لها لا، تيدا ممنوع كبيسة سكب إلى هنا. من الشهوات الطيبة المباحة لا تعطى كل ما تطلب، ولا حتى في الأكل والنوم واللباس. يجب أن تعود نفسك أن تمنعها مما ترغب وترجو. ليه؟ مشان إذا أعطيتها هذا اللي تقدر عليه تقبله منك. واحد مثلا يعتاد انه يخرج خارج الرباط يقول كذا وكذا، هاي اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، نفسه طلعت المشروع بريده، الحلوى اللي بعده، الطعام اللي بعده، خرج اليه اكل ذا اكل ذا، بعدين بدا نفسه اللي بغى الدخان، بغى بيشتري له روكو بشكل او باخر. ها؟ وانا في كل يوم انبه، في كل اسبوع انبه، لان هذا من الجرائم التي لا تقبل النقاش. لو ثبت عندي، أنا أعرف أن البعض لا يزال
الحسية. حافظ على جسمك، على عورتك، على نفسك من كل مظهر اعتكاف ما لا يليق. حتى لما تدخل الحمام بجرمك الداخلي صلح لك رجال، عود نفسك الورع والتدخين والخروج من الرباط. هذه ثلاثة قضايا غير قابلة للنقاش. لو ثبتت على أحد واحدة من هذه المصائب الثلاث، نحن في العادة نعتبر أن هذا مرض غير قابل للعلاج. يمكن إذا راح إلى محل ثاني يخاف من ربه ويخاف من الطرد وينتبه. فيما دون ذلك لا نقاش. لذلك تقول لنفسه خرج، كل هذا خرج، خرج شوية باطل، ولا تقبل نفسه إلا هذا، وينعكس عليه في طاعته. قل له مرحبا، خلصت الروح، أروح أشتري ما تريد، تعال تفرج عليه في صلاة المغرب، ما حتى تبغى يصلي، لأنه أعطى نفسه هواء. لا تأكل كل ما تحب، تعود. ما أقول لك لا تأكل، لا، إحنا عندنا الحمد لله نظام الطعام جيد. مثل اليوم مثلا فلان من الطلاب خرج ياكل في الخارج، ليه؟ طعام من احسن ما يكون، ولا لا؟ خصوصا يوم الجمعه الذي تجده خرج يوم الجمعه بالذات مع ان الطعام زياده على اللزوم. هذا الذي نحن نعمله الان ما هو نظام المعاهد. انتبهوا، انتبهوا، احد يظن هذا يعطونهم طعام لا يكاد يكفي. انت الان تاكل اكثر من اللي تدفع، هذا خلوا في بالك تماما، لان نحن الان نتعامل معكم بمقتضى الزمان لا بمقتضى السلف الصالح. نعرف اننا نعيش مرحله صعبه، نحاول. فواحد قدموا له رز من العربي ولحم زين وفاكهه وبسباس وكروب على ما يرام، غداء ملوك، غداء ضيوف، هذا مقتضى طالب. طالب في الباب مسكين ما يكاد يجد ما يصد رمضان، وعاد فوق هذا ثور ما بيخرج. ليه بيخرج؟ لأنه عود نفسه يمشي على مزاجه، ما بيبقى رجال. كل ما أنت تسمع الكلام ثم تمشي على ما تريد، ثق أنك لو تعلمت 1000 سنة وجلست في الرباط 2000 سنة ما بتعود عليك بعالية. لكن متى ما جلست في الرباط والتزمت بما تؤمر به، وكان هذا الالتزام من رغبة ذاتية. شوف، لما تجلس في المسجد وأنت ما بغيت ما ينفعك، تخرجونك إلى المسجد داخلين وأنت ما تريد ما ينفعك، تقعد في وقت الدرس وانت تدور على النوم، تجلس كذا بالعمل بالنوم، لا فاتح دفتر، لا منتبه للفتر، ما بتفلح ولا بيعود عليك بعد. يجب ان يكون رغبتك في الطريق، في السلوك، في التعليم، في الانضباط ذاتيه باطنيه. انا اريد اتقرب الى ربي، اريد اكون من اولياء الله، اريد اكون من العلماء العاملين. هذا الذي يرفع عندك الايمان. تمنع نفسك من الزينات اللي ما تحتاج اليها. تقلل يا اخي، ما هو شرط كل يوم تدهن راسك وتصلع شعرك وتحط جسمك وتغير ثيابك كانك الا عروس بتتزوج، عروس يعني انثى مو رجل، ما يحتاج كل هذا. خذ بالحد المعقول من اللباس الحسن، من النظافه التي لا بد منها، شيء من التطيب للجمعه قليل لا يزيد. لا يكون في اولويات طالب العلم ثياب وطعام وطيوب وزينات ولعب. حتى الان ما عادها عند الزينات، الواحد بغى جوال بيلعب ولا لا؟ كم نصطاد من الجوالات كل يوم وثاني؟ ما عنده. انا اعرف ان الذي اقول لك عليه في شيء من الصعوبه، لكن انت قد دخلت الى الرباط، حكم عملك، ايش تريد من الرباط؟ ان كنت انت ترى انك لست قادر على هذا، كلم اهلك وانا بغيت مدرسه وبلعب، بجلس لي مع البنات وبلعب لي بالجوالات، بدخل لي في الانترنت وبعبث بجسمي كما اريد، بعدين على الله في الاخر. لكن انت دخلت الرباط عندك سن، ما عندك خيار اخر. جابوك حتى جابوك على مدى ما تريد، خلاص بدك في الرباط الان، بس صحح وجهتك، صحح نيتك، صحح مقصدك، انفع نفسك، عدل تفكيرك، اصلح قلبك، غالب كسلك، مانع نفسك، مش هتلقى. فلذلك هذا يخصنا نحن واياهم، قد يتورع عن الزينه واكل الشهوات خيفة عن تغلبه نفسه، ومن ذلك ترك النظر الى التجمل في اهل الدنيا. اهل الدنيا ما شاء الله، ذا عنده سياره وذا بيت وكذا وذا مظهر، لا تنظر الى هذا. فان الله خاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا زهره الحياه الدنيا لنفذ ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. وليس ربك خيرا؟ وابقى في الايه الاخرى:
يكلموا عن المنافقين ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. أشوف هذا المظاهر زينة هذا لهم في الدنيا. لا تلتفت إلى هذا، لا يكون عندك خبرة في موديلات السيارات وفي آخر ما نزل إلى الأسواق من الماركات ومن الزينة وما شغلك. قد ترى هذا في بعض من حولك حتى من أهل الخير والدين، ما هي مرتبتك هذه الآن؟ قد يكون أحياناً الأستاذ أو المربي له نظر معين في بعض الأمور، لا تستعجل على نفسك، أنت الآن في مرحلة البداية يخصك هذا الأمر، كما ذكروا عن سيدنا الجيلاني من كان الفارق بعيد. سيدنا الجيلاني كان جاءت مرأة ابنها عنده متفرق في الزاوية التربية والأخذ منه الفقراء، فوجدت سيدنا الجيلاني معه ضيوف عندهم طعام طيب. وولدها مع المريدين يأكلون طعام بسيط. جاءت غضبت قالت يا شيخ عبد القادر كيف تأكل هذا وتعطي ولدي هذا مسكينة تظن أن الميزان العقلي هو صحيح، كيف أنت تأكل أكل زين وتعطي ولدي هذا؟ الموضوع في ذاك الزمان ذاك القرن بغى حسم وبت المرحبا، نظر إلى مقدار الطعام العظام الطعام اللي يأكله الدجاج هذا، قال أخذه سيدنا قم بإذن الله، قام الدجاج يمشي، قال إذا وصل ولا تكيل هذا نعطيه معنى الكلام إن ذاك عدا في بداية الرياضة. أنا أضرب لك المثال، أصحاب الرياضة هذا واحد يبغى يدخل في نادي رياضي أما منو تأكل الساعة كذا وتنام الساعة سهرة، كان واحد يخبرنا عندنا في عدن قال لي يقيمون نحن من النوم في أوقات معينة في الصباح وقت معين للتدريب ويفرضون علينا الفطر حتى في نهار رمضان. أنت طالب رايح برا لابد استيقاظك كذا نومك كذا أكل كذا رمضان غير رمضان ما في بيجي الأيام هي مش رايح. أنا بغيت كمان مدرب ما يصلح لك كمان مدرب، مدرب عنده كرش لا بأس بهذا العين بس خرجنا مع بين عام وكل مرة لكن تفهم أنت في مرحلة التدريب لا تدخل إلى مرحلة ليش؟ إلى مرحلة المدرب فبعد من هذا. ولذلك يقول سيدنا أن ترك النظر إلى تجمل أهل الدنيا فإنه يحرك الداعي إلى رغبة في الدنيا. رأيت واحد عنده مضى وطغيت بيتي كما هذا، أريد طيب كما هذا، أريد رداء كما هذا، أريد ثوب كما هذا، لا تنظر إلى ما لا تحتاج إليه، إنسان بدك الضروري. طيب قال ولذلك قال سيدنا عيسى عليه السلام لا تنظروا الى اموال اهل الدنيا فان بريق اموالهم يذهب بحلاوه ايمانهم. السلف يقولون من رق ثوبه رق دينه، يعني نظره الى هذا يصير دينه رقيق يدخل في كل شيء. فالحلال الطلق او الطلق الطيب يعني صافي المطلق كل حلال ان فك عن مثل هذه المخافه لهم ولم يوجد فيها. من اللي ما إذا نظرت إليه ما يدعوك إلى الرغبة في الدنيا، هذا هو من المتقي. أي شيء إذا نظر إليه ما يدعوه إلى الرغبة هو مباح يتركه. الله والرابع ورع الصديقين، هذه حالتهم عجيبة. قال وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله، القوة إلى طاعة الله. أي شيء ما تتناوله ما تكون نيتك فيه خالصة في إرادة طاعة الله لا تقرب منه. قال قد يتطرق إلى بعض أسباب المعصية، ما هذا من عجائب الله، هذا النوع من الذي من الروح يقول كان يا ما كان في قديم الزمان وساد في العصر والأوان كان الناس يتورعون عن كل شيء ليس فيه قوة خالصة وإرادة خالصة للطاعة. لكم مثال، قال سيدنا ذنون المصري أحد من كبار السادة الصوفية قال كان محبوس في السجن مظلوم، فواحدة مرأة رحمته قالت في السجن ما بيأكل هذا ورع، عرف أن السجن تبع السلطان ما بيأكل منه، أرسلت إليه خبز طيب من مالها الخاص. ما أقدر أقول له ليش؟ قال لأنه يعني وصلني على يد السجان، والسجان من أعوان الطالب ما أكل من يده تغدو على الغرزة. قال ومن ذلك أن بشر الحافي كان لا يشرب
معهم سراجا اشعله غيره من ايش؟ من بيت ظالم، كما عند سيدنا عمر بن عبد العزيز من هذه الانواع. قالوا بعضهم شرب دواء، قالت له زوجته قم امشي تحرك مشان الدواء يفيد. قال والله هذه المشيه ما ارى لي فيها وجها، انا امشي مشان الدواء. ماشي في هذا رضا لله فيما احسن. فما استطيع ان امشي هذه المشيه التي لا ارى فيها وجها لرضا الله، وانا احسن نفسي على جميع حركاتي وسكناتي. وهذا من النوع اللي يقوله الله تعالى في قول الله ما ضرهم في خوضهم يلعبون. كل ما حوله يدعوه الى ربه. ان اكلت فلرضا الله، وان التفت فلرضا الله، وان تحرك فمن عند الله، وان سكن فمن مخافه الله. فلا يفكر الا في هذا. قال فادرك واجتهد انت فيه بورع الحدود الذي تفتي به الفقهاء. حديث ذكر لنا اشياء اخرى بغت ان شاء الله في درس قادم ايضا. قالوا ان احد من الصالحين نسيت من هو الان، سالته امراه قالت يا شيخ انا، قال اني اغزل، اشتغل هذا الغزل، ويمر موكب السلطان. هي تغزل على شمالها مع مرور موكب السلطان تقوى الاضاءه، مرور بالسراجات. فهل هذا الذي نسيته من الثياب مع مرور الموكب فقط فيه شيء؟ قال لها من انت يرحمك الله؟ من انت؟ بس سؤال من هذا؟ قالت له انا مضغه اخت بشرى الحافي. فضحك قال قد علمتنا هذا السؤال، ما يجي الا من بيت من بيتكم. حتى يسال عن مثل هذا المساله. أنا حد من السادة العلويين عليهم رضوان الله تعالى، هل كان له ولد في الجاونة، وكان يبعث لوالده في كل سنة بثياب. يفكر ايش اللي ابوي ما بياخذ شيء الا كان، فاختار ثياب طيبة وارسلها لوالده اول سنة وثاني سنة وثالثة. في السنة الرابعة نزل للبلاد واخذ معه ثياب لأمه وأبوه وأخواته، فجاء بالثياب لأبوه وقال ضاعفته ما لبس منها شيء. قال يا أبا والله ما دخل في كسبي شيء من الحرام، أنا متأكد وأعرف أنك ورع وما بتأخذ شيء إلا كان. قال تعال. المسكين بغايا والده يفرح يلبس، فتح الدولاب قال شوف هذا عبى السنة الأولى، أخذ السنة الثانية، هذا عبى الثالثة ولا حتى الرابعة، ما أخذنا منه شيء. ولا أشك في ورعك لنا لربيعك. قال طيب وليش ما تلبسه؟ قال لأن هذا الذي نحن نلبسه نحن زرعناه، القطن اللي فينا نحن زرعناه وبذرناه ونحن نذكر الله، وحاصدناه ونحن نذكر الله، ونسجته امك واخواتك في بيتهن وهن يذكرن الله، ولهن في نية صالحة. قال نحن ما نلبسنا من هذا. الذي مشت معنا مراحله من بذره الى زرعه الى لبسه الى نسجه كله، ونحن ما عندنا الا ذكر لله خالص ونية في صالح. قال ما نشيب شيء بغير هذا. ما نقول في ثيابك شيء اكبر بيننا، خذ ثيابك واعطها من شئت. كان هذا حالهم عليهم رضوان الله تعالى. كان عاد من العلويين كما ذكر العلوي بن شهاب في كلامه انه خرج الى السوق كان كبير شارب وحمل كيس ثقيل، فجاء واحد قال حبيب بساعدك بسم الله حمل معه الى ان وصل الى البيت. وذهب الرجل قال واحد يا حبيب ليش تعرف هذا من؟ قال هذا من عسكر السلطان. قال جزاك الله خير انك قلت لي، هي شيل هذا وصدقه. ليش؟ قال لانه ساعدنا احنا في واحد من اعوان السلطان، دخل في الشبهه من غير دخل صدقته. الى هذا الحد وين نحن وين هذا؟ لكن كما قلنا لك ناخذ درجه المتقين اول. ابعد من كل ما تعرف انه حرام، وتبرع في الرباط. من النعل ان تاخذ نعل ليس لك حرام، تاخذ قلم ليس لك حرام، تاخذ طعام ليس لك حرام. واشد واشد ان حد يفتح دولاب ولا يفتح محفظه ولا يفتح حرز ياخذ شيء على احد من اخوانه. والله ما يضمن لك نور ولا تشوف طاعه، بل نخاف عليك من ان تكون انت سبب للبلاء في الرباط. معنى الرباط ان كل من فئه مرابطه فرائحه يرابطون يلتزمون يجتهدون، فلا ياخذون ما يحل ولا ينامون عن ما امروا به ولا يرتكبون ما نهى الله عنه ولا يتساهلون في اوقاتهم ولا يعبثون في انفسهم. هذا معنى الايمان ومعنى الجلوس في الرباط. الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يقول صلى الله عليه وسلم ويرفع به الدرجات. قال بلى يا رسول الله. قال كثره الخطايا الى
المساجد أو قبل هذا إسباب الوضوء على المكاره مع شدة البرد للعارض تقرأ تؤسر الغضب وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط هذا من معاني المرابطة ومنه أخذ الصالحون اسم الرباط لأن الطلاب يرابطون على الطاعة وإسباب الوضوء وعمل الصالحات والالتزام بالصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وحفظ الأوقات والعلم والاجتهاد والطاعة كانت أربطة الأوائل أربطة زوايا علم ذكر قبل أن تكون أو بالأصح زوايا ذكر وانقطاع وتعبد قبل أن تكون زوايا ومواقع علم في المتأخرين ما شاء الله جمعوا لنا بين العلم والتعلم وبين حفظ الأوقات والقيام بالواجبات فالله يبارك لنا ولكم فيما خولنا من النعم دخلنا دوائر عنايته ورعايته مع التوفيق للورع العاجز إن شاء الله كان من دعوات العيب علي الحبشي اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا مستقر أربابه ديارنا واجعل مستقر الورع العاجز قلوبنا مستقر أربابه ديارنا واجعل ما واجعل اللهم ايش البرنامج الغريب مستقر الخوف من الله والخشية من الله والتقوى والإخلاص والصدق لله تعالى قلوبنا مستقر أربابها ديارنا في خير وعافية ظاهرا وباطنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة beliau menjelaskan tentang daripada keutamaan sihir diwan al-imam al-haddad yang beliau karang dalam diwannya terlebih-lebih dalam kalam al-imam al-haddad yang diawali dengan ta'iyah yang mana dikatakan bahwasanya dalam sihir tersebut memiliki makna-makna yang dalam memiliki makna-makna yang menunjukkan kepada makrifat pengetahuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang mana hal tersebut Imam Al-Haddad mungkin dalam syair-syairnya mungkin dalam diwan atau syair-syair beliau tidak semua orang mengetahui tidak semua orang paham karena apa? Karena hal tersebut bertujuan berfaedah untuk mendiamkan daripada apa? Daripada mulut-mulut orang yang mengingkari daripada kalam Imam Al-Haddad karena apa? Karena tidak semua orang mampu untuk memahami kalam-kalam Imam Al-Haddad yang beliau tulis dalam syairnya diilustrasikan tadi seperti apa? Seperti dalam ilmu medis, dalam eksperimen kedokteran, apakah semua manusia, apakah semua orang umum dapat memahami daripada ilmu tersebut? Maka tidak dijawab, tidak bisa semua orang memahami daripada ilmu medis tersebut. Karena apa? Karena yang memahami dokter tersebut akan memberikan pemahaman kepada yang belajar daripada ilmu medis tersebut, yang belajar daripada ilmu kedokteran dan mengambil takhasus daripada kedokteran tersebut. Tidak semua orang bisa memahami daripada ilmu tersebut. Sama seperti kalam Imam Haddad, apalagi yang beliau tulis dalam diwannya ta'iyah. Macam ta'iyah, maka tidak semua orang bisa memahami. Yang bisa memahami hanyalah orang-orang yang mengerti, yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hal tersebut, apakah dijadikan hujah, apakah dijadikan udzur? Dijadikan udzur bagi kita sebagai seorang santri untuk apa? Untuk tidak memahami, maka bukan menjadi udzur kata beliau. Kenapa? Karena kita sebagai seorang santri harus memahami apa-apa yang Imam Haddad tuangkan dalam syairnya yang berupa ta'iyah tadi. Dan juga dikatakan bahwasanya sekarang kita hidup di zaman yang mana keras hatinya. Sampai dikatakan bahwasanya ketika ada seseorang, dulu ada cerita seseorang yang beliau itu yang seseorang tersebut pergi ke Mekah atau ke Madinah. Akan tetapi pulang-pulang dari Mekah atau Madinah tersebut tidak mendapatkan keberkahan apa-apa. Artinya apa? Artinya perilakunya, sikapnya tidak berubah ketika telah pergi ke haram tersebut, telah pergi ke Mekah atau ke Madinah. Karena apa? Karena pikirannya ketika dia di Mekah dan ketika dia di Madinah hanya kepada hotel, hanya kepada tempat hiburan, tempat wisata dan tidak mengambil daripada barokah tempat di Mekah atau di Madinah atau di Madinah tersebut. Maka dari sini Imam Syekh Said Ramadan Al-Buki beliau mengatakan bahwasanya tidaklah suatu tumbuhan yang hijau yang tumbuh kecuali karena cinta. Maka apa? Maka sesemua keberkahan atau suatu faedah atau suatu kebaikan itu hanya bisa tumbuh daripada benih-benih kecintaan. Karena apa? Termasuk daripada
buah daripada keimanan adalah rasa malu. Maka dikatakan dalam hadis yang maknanya, sesungguhnya setiap agama memiliki ciptaan. Dan dikatakan bahwasanya orang yang beriman, maka dia apa? Maka dia memiliki rasa malu. Maka dikatakan di dalam ayat Al-Quran, ketika orang-orang Badui mengatakan, amanna, kami ini telah beriman. Maka dikatakan mereka pun beriman sampai-sampai apa? Sampai-sampai mereka masuk Islam. Dan di sini dapat kita ketahui bahwasanya ada kata lama di situ. Yang mana dalam kata lama dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya hal tersebut benar-benar. Yang mana mereka tidak akan masuk dikatakan beriman kecuali telah mereka benar-benar masuk Islam. Maka dikatakan bahwasanya ketika kita mempelajari daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Arba'in Usuluddin, maka ini termasuk daripada pokok atau induk daripada kitab-kitab tersebut. Yang mana beliau tadi disebutkan banyak, termasuk daripada kitab-kitab pokok dalam ilmu tasawuf adalah kitab Ihya, kitab Risalah Al-Qushairiyah, dan juga kitab Minhajul Abidin yang beliau tadi sebutkan. Ada 6 daripada kitab pokok dalam ilmu tasawuf. Maka sekarang kita akan membahas daripada asal yang ketujuh dalam pencarian harta halal. Yang mana dikatakan bahwasanya dari definisi daripada asal adalah sesuatu yang terdiri daripada asal tersebut sesuatu yang lain. Maka di sini akan menjelaskan asal daripada pencarian harta yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mencari, untuk makan daripada sesuatu yang baik dan mengerjakan daripada amal soleh. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, para utusannya, dan mengatakan, makanlah kalian daripada sesuatu yang baik dan beramallah kalian dengan pekerjaan yang soleh. Maka dikatakan bahwasanya suatu keharaman adalah sesuatu yang jelek dan bukan sesuatu yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara makan sesuatu yang baik, antara memakan harta daripada cara yang baik dengan apa? Dengan perbuatan, dengan ibadah. Karena ketika seseorang memakan harta yang baik, memakan daripada harta yang dihasilkan dengan cara yang halal, maka dia akan beribadah kepada Allah. Maka dikatakan dalam suatu riwayat yang riwayat tersebut belum dipastikan kesahihannya, bahwasanya barang siapa orang yang memakan daripada harta yang halal, maka ia akan taat, tubuhnya dia akan taat, mau atau secara tidak mau. Dan sebaliknya barang siapa orang yang memakan harta yang haram, maka akan bermaksiat tubuhnya, mau atau tidak mau, dikehendaki atau ia tidak menghendaki. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara memakan yang halal, memakan daripada sesuatu yang baik, dan antara beribadah. Karena keduanya memiliki keterkaitan, memiliki hubungan. Karena ketika seseorang memakan yang baik, maka otomatis dia akan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari harta yang halal, mencari sesuatu yang halal diwajibkan setiap muslim setelah hari raya, seperti setelah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka di sana ada beberapa penjelasan daripada hadis tersebut. Yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud daripada mencari hak yang halal adalah mencari, mengetahui daripada harta yang halal daripada harta yang haram. Karena dikatakan bahwasanya yang pertama adalah mencari orang tersebut mengetahui mana harta yang halal, mana yang harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut bisa membedakan antara keduanya. Maka dikatakan di dalam Zubar, apa? Wa ta'atu liman harama ya'kulu mithl bi ayyi fawqil mu'min. Wa 'ilmun li qulubil mufsidin kal nabi wal kibri wa ladil hasani. Jadi maksud daripada penjelasan daripada hadis tersebut yang pertama adalah orang tersebut bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Bisa dua, yang pertama yang halal dan haram dari segi harta, dari segi praktek ibadah tersebut, keseharian amalan, dan yang kedua adalah daripada yang halal atau yang haram tentang apa? Tentang seputar hati. Seperti apa? Seperti rasa hasad, seperti rasa ujub, seperti rasa sombong. Itu yang pertama. Penjelasan daripada talabul halal kalau tentu berada
kedua daripada penjelasan tersebut adalah apa? Adalah mengetahui adalah seseorang angkat tersebut, seorang mukmin dituntut untuk mencari daripada harta yang halal. Seperti apa? Seperti seorang suami maka diwajibkan kepadanya untuk apa? Untuk menafkahi istrinya dengan harta yang halal. Begitu juga kepada seorang suami diwajibkan baginya untuk menafkahi anaknya atau menafkahi orang tuanya dengan apa? Dengan harta yang halal. Dan juga termasuk daripada makna-makna yang terkandung di dalam hadis tersebut adalah karena ketika seseorang tasabbuh, termasuk daripada ketika seseorang tasabbuh, ketika seseorang mengentengkan untuk makan yang subhan atau sampai dia makan yang haram, maka dia akan susah untuk melakukan ibadah. Maka dikatakan dalam subhan sesuatu ketaatan daripada harta-harta yang dia makan daripada harta yang haram, maka apa? Maka ia seperti membangun bangunan di atas tombak. Artinya apa? Artinya seseorang tersebut ketika memakan daripada harta haram dan dia melakukan ketaatan, maka apa? Maka ketaatannya tidak akan berfungsi sama sekali. Ketaatannya akan sia-sia. Seperti apa? Seperti orang tersebut membangun suatu bangunan, suatu rumah di atas tombak. Maka apa? Maka tidak akan berfungsi sama sekali. Artinya amalan tersebut, pekerjaan tersebut, ibadah dia yang mana dia beribadah akan tapi dia memakan harta yang haram akan sia-sia. Maka dikatakan dalam hadis, barang siapa yang mengambil daripada harta orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kepadanya surga. Dan kemudian ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun harta itu sedikit, maka apa kata Rasulullah? Walaupun hanya sebatas kayu sibak. Yang mana dikatakan bahwasanya kayu sibak adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang sedikit. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya seorang akan diharamkan dari surga dan diwajibkan kepada dia untuk masuk neraka. Karena apa? Karena harta yang dia dapatkan daripada sesuatu yang haram. Dan dikatakan juga dalam hadis bahwasanya sesungguhnya barang siapa yang memakan harta yang halal selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengalirkan di dalam hatinya pancaran-pancaran hikmah dan kepada apa? Kepada lisannya. Dan dalam riwayat lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rasa syukur. Artinya ketika orang tersebut memakan daripada harta yang halal, ia tidak akan cinta dunia, ia akan memiliki rasa syukur dalam dunia. Dan dikatakan juga di dalam hadis, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berada di Baitul Maqdis. Yang mana malaikat tersebut dikatakan menyuruh setiap hari Jumat dan menyuruh dan selain mengatakan barang siapa yang memakan harta yang haram, maka dia akan tidak diterima. Tidak diterima apa? Tidak diterima pekerjaan sunnahnya atau tidak diterima pekerjaan yang baiknya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membeli baju, kemudian dengan apa baju tersebut dia beli dengan apa? Dengan 10 dirham. Yang mana dikatakan daripada 8 dirham tersebut hartanya didapatkan daripada cara yang haram. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholatnya. Ketika dia sholat memakai baju yang didapatkan daripada harta yang haram selama 80% tersebut. Maka apa? Maka sholatnya dia tidak akan diterima selama harta tersebut masih haram. Maka Abdullah bin Umar beliau berkata, seandainya kalian sholat sampai-sampai kalian berbengkok-bengkok ketika sholat, artinya kalian sholat sangat khusyuk dan apa, dan kalian berpuasa sampai dikatakan buat berpuasa tersebut seperti apa, seperti pikir, artinya orang tersebut selalu berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah-ibadah kalian, puasa kalian atau sholat kalian kecuali dengan waroh, kecuali dengan harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Orang tersebut sangat waroh, yang mana waroh tersebut, rasa bala tersebut menjadi penghalang antara dia dan antara tidak diterimanya ibadah dia. Dan dikatakan bahwasanya barang siapa yang beribadah dengan harta, dengan memakan daripada sesuatu yang haram, maka seperti apa? Seperti ia membuat bangunan di atas kotoran-kotoran hewan. Artinya apa? Artinya bangunan tersebut tidak akan sempurna dan tidak akan menjadi bagus. Itu bagi orang-orang yang memakan harta, yang beribadah akan tapi harta tersebut didapatkan daripada harta,
didapatkan daripada harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang akan menjelaskan daripada derajat-derajat orang, karena sebelumnya telah kita bahas bahwasanya di dalam orang itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah waraq yang diwajibkan orang tersebut akan dikatakan fasik ketika dia tidak melakukan waraq tersebut, ketika dia mencemarkan daripada perbuatan tersebut, dan dengan hal tersebut akan hilang daripada sifat adil orang tersebut. Sifat adalah daripada orang tersebut, yang mana hal tersebut termasuk daripada yang diharamkan sesuai dengan fatwa ulama. Maka dari sini Al-Habib Hasan bin Abdul Asyadri beliau katakan bahwasanya, yang mana beliau mengambil daripada perkataan Umar bin Khattab bahwasanya kami meninggalkan 90% harta yang halal karena takut 10% daripada harta tersebut harta yang diharamkan. Maka yang kedua termasuk daripada derajat yang kedua dalam waraq adalah waraqnya orang saleh. Karena dikatakan waraqnya orang saleh itu adalah menghindar, berjaga-jaga, mewanti-wanti untuk apa? Untuk agar hal tersebut bisa masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan. Artinya hal tersebut belum tentu haram, karena tetapi masih syar. Maka dikatakan bahwasanya hal tersebut yang disyaratkan dalam hadis Nabi, tinggalkanlah sesuatu yang membuat meragu kepada sesuatu yang tidak membuat meragu. Yang mana dalam bacaan tersebut da'ma yuribu ila ma la yuribu, ada dua bacaan. Yang pertama yuribu, yang pertama yuribu, yang kedua yuribu, bisa dua-duanya. Yang mana yuribu ini lebih asal dari kata arabah yuribu, dan yang kedua adalah yuribu. Arabah yuribu dengan domah dalam yang tersebut ini pendapat yang sahih, yang lebih asal adalah yuribu. Dan yang ketiga adalah waraknya orang-orang yang muttaqi. Yang mana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang tidak akan sampai kepada derajat orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa, sampai ia meninggalkan sesuatu yang mubah, sampai ia meninggalkan sesuatu yang dibolehkan bagi dia. Karena apa? Karena untuk berjaga-jaga, karena untuk berhati-hati, karena dia takut dengan sesuatu yang mubah tersebut berkonsekuensi kepada sesuatu yang tidak mubah, menyebabkan kepada sesuatu yang tidak mubah. Maka apa? Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, kami meninggalkan 90% daripada harta yang halal. Karena apa? Karena kami takut terjatuh dalam suatu keharaman. Artinya ditakutkan 10% dari harta tersebut diharamkan, maka beliau meninggalkan daripada 90% yang halal tersebut. Dan termasuk ada cerita juga yang mana ketika itu apa, yang mana ketika itu Sayyidina Umar ketika telah menjalankan tugasnya, beliau memasuki rumahnya. Yang mana ketika beliau masuk rumahnya, maka beliau mendapatkan istrinya, dan kemudian istrinya tersebut menghidangi kepada apa, memberikan hidangan kepada Umar bin Khattab sebuah manisan. Maka Umar bin Khattab tidak langsung memakan daripada manisan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bertanya dulu kepada istrinya, yang mana beliau bertanya, dari mana kamu dapatkan bahan manisan ini? Maka istrinya mengatakan kepada Umar bin Khattab, saya mendapatkan bahan ini 100% halal, katanya. Tidak ada keharaman dalam manisan tersebut. Maka kemudian ditanya lagi, bahan makanan ini terbuat daripada apa? Manisan ini terbuat daripada apa? Maka dikatakan, kata istrinya, terbuat daripada tepung. Kemudian ditanya lagi, tepungnya dapat dari mana? Kemudian, tepung ini saya dapatkan, saya buat sendiri di rumah. Kemudian ditelusuri lagi, ternyata dalam tepung tersebut ada tepung yang milik daripada apa? Daripada Baitul Muslimin. Kemudian karena itu Sayyidina Umar bin Khattab tidak ingin memakan daripada apa? Daripada manisan tersebut, kemudian membagikan manisan tersebut kepada umat-umat muslim ketika itu, kepada orang-orang kafir ketika itu. Yang mana dikatakan bahwasanya sekarang banyak sekali orang-orang yang suhanutan, yang mana suhanutan ini adalah orang yang kikir untuk dirinya sendiri. Yang mana dikatakan bahwasanya mereka beranggapan, mereka berasumsi bahwasanya kebahilan atau kekikiran ini adalah termasuk daripada semangat dia, daripada ijtihad dia, daripada tekad dia. Akan tapi hal tersebut adalah sesuatu yang tidak disyaratkan dalam agama Islam. Maka dikatakan dalam hadis, maka perintahlah, saling perintahlah kamu dalam kemaafan, dalam suatu kebaikan, dan saling mencegahlah kalian dalam suatu kemungkaran. Sampai kapan? Sampai jika kalian melihat daripada
orang yang bahil, kemudian daripada hawa nafsu yang dia ikuti, dan daripada orang tersebut mengagumi dengan apa, dengan pendapatnya sendiri, maka apa, maka kalian hendaklah jaga diri kalian sendiri dan tidak apa, dan tidak usah berusaha daripada orang-orang awam. Maka pada zaman sekarang banyak sekali harta yang tidak diberkahi, karena apa? Karena harta tersebut didapatkan daripada cara yang diharamkan. Dan yang ketiga termasuk daripada derajatnya adalah derajat orang-orang muttaqin. Maka dikatakan bahwasanya, diceritakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ketika itu apa, ketika itu beliau ketika memasuki daripada rumah Baitul Mal, daripada rumah yang di sana disimpan daripada harta, gudang harta orang muslim, maka apa, maka beliau menutup hidungnya. Karena apa? Karena takut dengan beliau membuka hidungnya, beliau apa? Beliau bisa mencium daripada aroma minyak misik ketika itu. Karena apa? Ketika itu minyak misik bentuknya masih kasar, yang mana beliau takut mencium daripada minyak misik tersebut, dan mana hal tersebut ada hanya sunnah. Karena apa? Karena minyak misik yang berada di Baitul Mal bukan milik Umar bin Abdul Aziz sendiri, akan tetapi milik daripada kaum muslimin, yang mana termasuk daripada waraknya orang-orang muttaqin adalah orang tersebut, orang-orang muttaqin tersebut warak daripada perhiasan dan daripada makan dengan syahwat. Karena apa? Karena orang-orang tersebut, orang-orang yang muttaqin tersebut takut ketika dia makan, dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka dengan hawa nafsu tersebut akan menyebabkan kepada rasa tamak dan akan menyebabkan kepada daripada para bahaya. Maka dikatakan dalam nafsu ini ada dua perkara, ada dua kecatatan yang sangat akurat. Yang pertama adalah sifatnya nafsu itu selalu condong, selalu ingin dituruti. Maka yang kedua, ketika nafsu setelah dituruti, maka dia akan meminta yang lebih. Contohnya seperti ketika seseorang membeli pakaian. Ketika seorang membeli pakaian yang bagus, kemudian lihat temannya memiliki pakaian yang lebih bagus, maka dia akan ingin sama, ingin memiliki pakaian yang lebih bagus. Yang mana beliau katakan juga, ketika kita sebagai seorang santri, kita misalkan di pondok makan enak, setiap hari kita makan enak, kemudian lama-kelamaan, karena apa? Karena kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan lebih daripada itu. Maka kita akan apa? Kita akan sampai-sampai melanggar. Karena apa? Karena kita mengikuti daripada hawa nafsu tersebut. Yang mana beliau juga tadi bilang, katanya, karena sekarang ini kita termasuk daripada cara untuk menghindari dari hak daripada hawa nafsu. Karena apa? Ketika beliau bilang tadi, kita bilang pada saat ini jangan makan ini. Ketika apa? Karena di pondok ini sekarang tidak ada lagi yang namanya mujahadah dengan kita makan enak. Karena apa? Karena kita setiap Jumat makannya enak. Dikatakan tadi ini bukan makanannya santri, ini makanannya apa? Makanannya para tamu. Karena beliau mengatakan ini, beliau memberikan hidangan kepada kita seperti ini agar apa? Agar kita bisa makan di pondok dan tidak keluar, kata beliau tadi. Karena apa? Karena hal tersebut, bagaimana cara seorang santri untuk apa? Untuk menjaga, untuk tidak mengikuti daripada hawa nafsunya. Maka sebagai seorang santri, wajib bagi kita untuk memiliki tekad yang kuat, memiliki konsisten untuk memperbaiki diri. Nah, karena apa? Karena apa tujuan kita ketika kita datang kepada ribat ini? Maka kita harus pikirkan tujuan kita dan amalan kita, kenapa cita-cita kita ketika kita masuk dalam ribat ini. Maka termasuk yang beliau katakan tadi, kita ini sekarang masih di permulaan. Termasuk daripada mujahadahnya seorang santri ini, kita masih di permulaan. Maka jangan kita fokuskan diri kita kepada tampilan-tampilan. Seperti apa? Seperti yang telah dilakukan guru-guru kita. Maka kita harus ikut kepada apa-apa yang guru perintahkan. Kenapa? Karena ketika seseorang telah berada di ribat, ia memiliki keterkaitan dengan guru. Yang mana dikatakan bahwasanya guru tersebut akan mendidik dia, akan memberikan kepada dia peringatan ketika seorang tersebut, seorang santri tersebut melanggar. Yang mana ketika ada suatu cerita, yang mana dalam ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana ketika itu beliau didatangi oleh seorang wali santri, seorang ibu-ibu datang kepada beliau, yang mana karena ketika itu anaknya makannya gak enak, sedangkan teman-teman yang lainnya makannya enak semua. Kemudian orang tersebut, ibu-ibu tersebut mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Syekh, kenapa anak saya ini makannya gak enak sedangkan teman-teman yang lainnya makannya enak. Maka dikatakan bahwasanya
wahai tulang, bangunlah kamu, hiduplah kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah tulang tersebut menjadi ayam. Maka si Abdullah Qadir Al-Jilani ini mengatakan ketika itu kepada ibunya, jikalau engkau telah mencapai kepada makam seperti ini, jikalau engkau anakmu, santrimu telah mencapai kepada makam seperti ini, maka barulah boleh anakmu untuk memakan sama yang seperti dimakan oleh aku atau santri-santri yang lainnya. Dan dikatakan juga bahwasanya karena apa? Karena dalam setiap peraturan yang ditetapkan dari Imam ini ada faedah-faedahnya. Tadi beliau ceritakan bahwasanya ketika dalam suatu klub bola aja Pak, ada peraturan-peraturannya, harus bangun jam sekian, harus makan, harus jaga stamina. Sampai beliau ceritakan ketika itu di daerah Aden, ketika pada zaman-zaman marah-marahnya komunis ketika itu, sampai pemain bola ketika di Aden ketika itu dilarang apa? Dilarang berpuasa ketika apa? Ketika hari, ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena untuk menjaga stamina-nya. Ini dalam untuk permainan bola, dalam pelatihan bola tersebut. Bagaimana jika seorang santri? Maka seorang santri harus memiliki apa? Harus memiliki ketaatan kepada seorang murid. Karena seorang guru. Kenapa? Karena mereka telah sampai. Maka yang terakhir, maka dikatakan bahwasanya apa? Kembali lagi kepada pembahasan tadi, termasuk daripada wawnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang mutakin adalah mereka meninggalkan pemandangan kepada sesuatu yang bagus daripada orang-orang dunia. Kenapa? Karena hal tersebut bisa membangkitkan cinta kepada dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan jangan kalian dulurkan pandangan kalian kepada sesuatu yang bisa dibuat bersenang-senang. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya termasuk daripada warungnya orang-orang mutakin bagaimana cara mereka meninggalkan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, apalagi sesuatu yang bisa membangkitkan kecintaan mereka terhadap dunia. Maka dari sini Nabi Isa berkata bahwasanya jangan kalian melihat kepada apa? Kepada harta-hartanya orang ahli dunia, orang-orang yang memiliki dunia. Karena apa? Karena lemparan daripada harta-harta tersebut bisa menghilangkan daripada nikmat yang keimanan kalian. Maka daripada ini Salafun Shalih berkata, barang siapa yang tipis bajunya maka dia akan lembut agamanya. Maka halal yang baik adalah setiap sesuatu kehalalan yang mana dengan kehalalan tersebut akan terlepas daripada dia hal-hal tersebut, hal-hal cinta dengan dunia. Maka jika orang tidak cinta lagi kepada dunia maka dia akan mendapatkan sesuatu halal, sesuatu kehalalan yang baik. Dan yang keempat, termasuk daripada derajat-derajat yang waro, yang terakhir yang paling tinggi adalah waronya orang-orang siddiqin, waronya orang-orang yang telah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Waronya mereka di mana? Yaitu ketika mereka itu, ketika waro mereka hati-hati, yang mana mereka tidak ingin makan kecuali ketaatan kepada Allah. Yang mana mereka tidak ingin makan jikalau makanan tersebut tidak membangkitkan kepada kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan bahwasanya dulu ada apa? Ada seseorang yang bernama Al-Misri, orang Mesir, yang mana beliau itu ketika itu sedang di penjara, dan di penjaranya dalam keadaan kelaparan. Maka kemudian ketika di penjara biasanya ada petugas penjara tersebut yang memberikan kepadanya makanan. Kemudian ketika diberikan kepadanya makanan, maka Zanu tadi menolak daripada makanan tersebut. Kemudian penjaga tersebut bertanya kepada Zanu tadi, kenapa engkau menolak daripada makanan? Tadi katakan oleh dan tadi, aku menolak daripada makananmu apa? Karena makananmu tersentuh daripada tanganmu. Yang mana tanganmu ini yang termasuk daripada tangan orang yang zalim. Kenapa? Karena penjaga daripada penjara tadi. Dan dikatakan bahwasanya Bishr al-Hafi itu beliau enggak mau minum air daripada suatu sungai, suatu bendungan yang mana sungai tersebut digali dan dibuat daripada sultan, daripada raja-raja. Kenapa? Karena takut daripada harta tersebut subhat atau bisa bahkan haram. Dan sebagian daripada orang-orang para salafun sholeh, beliau tidak mau apa? Tidak mau beliau menerangkan daripada lampu di rumahnya orang-orang yang zalim.
mereka tidak mau menyalahkan lampu daripada rumahnya orang-orang yang zalim. Bahkan diceritakan bahwasanya dulu ada seorang perempuan yang bertanya kepada seorang guru, kepada syekh, dan mengatakan bahwasanya, wahai fulan, wahai syekh, saya menjahit daripada baju ini, dan saya menjahit ini ketika melewati daripada rumahnya kerajaan, rumahnya sultan ketika itu, yang mana saya jahitan saya bisa bagus, bisa rampung, bisa selesai karena apa? Karena sebab penerang, karena sebab lampu yang saya lewati ketika saya melewati daripada rumah kerajaan tersebut. Maka orang tersebut bertanya, maka si tersebut tadi bertanya, siapa tahu wahai orang perempuan tadi? Maka aku adalah saudaranya daripada Bishr al-Hafi. Maka tidak diherankan bagaimana Bishr al-Hafi dan saudara perempuannya beliau memiliki rasa waroh yang sebegitunya. Sampai-sampai beliau tidak ingin mendapatkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut dapat dibuat daripada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang suka, seperti penerang lampu yang mana lampu tersebut didapatkan daripada rumahnya sultan. Dan juga ada cerita ketika seorang anak, ketika ada seorang bapak memberikan tahu kepada anaknya, kemudian bapak tersebut membuka daripada lemarinya dan dikatakan ini baju ketika tahun pertama, ini baju ketika tahun kedua, ini baju ketika tahun ketiga, yang mana kemudian beliau katakan bahwasanya baju pakaian ini adalah semuanya harta halal yang murni. Karena apa? Karena kami menanam daripada pohon sutra tersebut atau pohon daripada pakaian tersebut, kemudian kami menemunya sendiri, kemudian ketika kami menjahit daripada baju tersebut, kami berzikir kepada Allah, kami membaca lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi bahwasanya harta-harta atau pakaian yang mereka dapatkan adalah pakaian yang benar-benar halal. Dan juga dikatakan bahwasanya derajat-derajat ini yang empat tadi adalah mereka orang-orang, golongan-golongan yang mereka apa, yang mereka menepati daripada janji dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu tsumma dzarhum fi khawfihim ya'lamun." Maka katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tinggalkanlah mereka dalam permainan mereka yang sangat dalam. Maka mereka tidaklah diam, tidaklah berbicara, tidaklah melakukan suatu pekerjaan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai dikatakan tadi, kata beliau terakhir, jangan sampai kita dilibat ini menjadi penyebab balak ditemukan dilibat. Mungkin sebagian daripada kita menggosok atau mengambil, mencuri sendal atau barang yang lainnya, maka dengan hal tersebut bisa menjadi sebab turunnya balak dilibat ini. Karena dikatakan libat ini merupakan artinya satu sama lain saling terikat, yang mana para salaf ketika itu mengambil libat daripada hadis Rasulullah yang mengatakan, tidaklah aku ingin menunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa meninggikan derajat kalian dan sesuatu yang bisa menghapus daripada dosa-dosa kalian. Maka apa yang pertama adalah istabulu ila makan, adalah memanjangkan umur dari kepada tempat-tempat, kepada anggota-anggota yang dimakruhkan, yang dibenci ketika orang tersebut berwudu dalam keadaan dingin. Yang kedua adalah banyaknya orang tersebut melangkah ke dalam masjid. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat, tapi orang tersebut tetap berada di masjid dari sholat yang satu kepada sholat yang lainnya. Maka dari ini para salafun sholeh beliau mengambil asal keterkaitan. Artinya satu sama lain memiliki keterkaitan. Artinya ketika sesuatu orang ini, salah satu santri melakukan suatu pelanggaran, suatu bala, suatu maksiat, maka maksiat tersebut akan menjalar, akan berdampak kepada yang lainnya. Kenapa? Karena santri tersebut memiliki keterikatan antara satu sama yang lain. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.